ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد. تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي من فوق صفحه رئيسيه الفيديوهات، قوائم التشغيل. اضغط على قوائم التشغيل هتلاقي الدنيا متنظمه. اختار الفيديو اللي انت عايزه، اختار الجرامر اللي انت عايزه، اختار الصف اللي انت عايزه. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحيه الثانيه كلمه اشتراك لونها احمر، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه. لما تضغط عليه هتلاقي كلمة الكل من فوق او all بالانجلش، اضغط عليها. لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده. معناها ايه الكلام ده؟ معناها انك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشاراتنا. معنى ايه الكلام ده؟ معناها اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos. النهاردة family and friends 5 unit 5 lesson 2. The title here is reuse and recycle. Re the مقطع اسمه prefix، مقطع بحطه قبل الفعل يجيب فعل تاني او معناه يبقى يعيد عمل الحاجة. خلاص تعالى كده نعرف ونشوف المعاني دي ايه. خلاص احنا النهاردة هو الدرس عن prefix اللي هو الـ RE. ممكن احط مقاطع تاني حسب الكلمة. خلاص يبقى اي مقطع بحطه في اي في اول الكلمة اسمه prefix، اي مقطع بحطه في اخر الكلمة اسمه suffix. خلاص يلا كده نشتغل مع بعض عشان ما نضيعش وقت. repeat after me، ما تقعدش تتفرج عليا كده، لا معاك النوت بوك بتاعتك كل ادواتك واشتغل معايا واكتب كل اللي على السبوره وحل اكسرسايز قبل ما احنا نحله عشان تختبر نفسك وتشوف نفسك ايه الاخطاء اللي عندك وتتعلم منها وتحل بالطريقه بتاعتنا. يلا كده نشتغل علشان ما نضيعش وقت. تمام. ها remove، ما بقولش ريموف على طول، مش قادر اقولها غلط، بقول ر ر. تحس الار كده اللسان عمل كده اتغرف كده ر ر. يس ريبيت ات اجين ر ر. تمام برافو. ريموف ريموف هي موف اصلا معناها يحرك. شفت حط لها الار اي ر. ريموف بقت ايه؟ يزيل، بقت حاجه تاني خالص، بقت فعل تاني خالص، يبقى يزيل، يزيل حاجه. خلاص تمام. remove r e m o v e r e m o v e remove. تمام. use وحدها يستخدم. reuse احنا قلنا re يعني يعيد، يبقى reuse يعيد استخدام. r e u s e r e u s e reuse. تتفرجش عليها كده اشتغل. repeat after me. reuse يستخدم، تمام، يعيد استخدام. return turn وحدها معناها يلف او يدور. return يعني ايه؟ يعود او يرجع. return. خلاص no no go back. return return يعني ارجع. return r e t u r n r e t u r n. تمام. retell retell tell وحدها يعني يخبر. retell يعني ايه؟ يعيد رواية شيء، يعني يعيد قوله، يقوله تاني. retell r e t e l l. تمام. الله recycle recycle r e c y c l e recycle يعني يعيد تصنيع الشيء، يعيد تدويره. زي مثلا الليتر والمخلفات دي احنا بنعيد تصنيعها. الله اكبر. تمام. rewrite r e w r i t e rewrite يعني يعيد كتابه شيء. هي وحدها write يعني يكتب. rewrite يعني يعيد كتابه شيء. ممكن يقرأ read، يقرأ. عاوز أقول قاعد قراءتها يبقى reread it، قاعد قراءتها يبقى reread it، تعال نكتبها. خلاص تمام. أهي re yeah. وده الفعل بتاعنا read يقرأ، يبقى read يقرأ حاطط لها ال prefix بتاعنا re بقت ايه؟ reread يعني يعيد ايه؟ قراءة. تمام. build يعني يبني، حط لها ال prefix بتاعنا re rebuild يعني يعيد بناء شيء، اعد بناؤه. خلاص تمام. rebuild r e b u i l d rebuild. تمام. redecorate redecorate repeat after me redecorate
ديكوريت يعني زين، ريديكوريت يعني عيد تزيينه. ر اي دي اي سي او ر اي تي اي ريديكوريت. تمام. ريفيل، ريفيل يعني عيد ملء، يعيد ملء. فيل يعني يملا، ريفيل يعني عيد ملء الشيء. ر اي اف اي ال ال ر اي اف اي ال ال. All these are verbs. كل دي أفعال. والفعل بيعبر عن حاجة بتحصل زي ما احنا قلنا. Recharge. Recharge. Charge يعني يشحن. Recharge يعني يعيد شحنه. R-E-C-H-A-R-G-E. Recharge يعني يعيد شحنه. Reread احنا قلناها يعني يعيد ايه؟ قراءة. دي كلها الفعل الافعال بتاعتنا مع ايه المقطع اللي حطه في اول الفعل اللي هو معناه يعيد. تمام. And your book here page 47. Yeah, افتح الكتاب صفحة 47. ايوة. Listen and repeat. استمع وكرر. ياريت تشغل الاسطوانة وتسمع الكلمات دي، الفوكاب دي، تسمعها كويس من نيتف سبيكرز وايه وتكرر وراهم. خلاص؟ Yes. Repeat after me. احنا خدناهم الفيديو اللي فات، تعال نقراهم تاني كده مع بعض. Recycling center. Bottle bank. Carrier bag. Paper. Oil. Oil يعني زيت او ايه طبعا ايه بترول. Battery بطارية. Metal معدن. Chemicals مواد كيميائية. خلاص؟ طبعا خلنا الكلمات دي الفيديو اللي فات وخلنا exercise ايه عليهم. تمام. Exercise 2 write the words. بناء على الكلمات اللي فوق دي احنا ايه هنكمل الجمل اللي تحت. خلاص؟ يلا كده نشتغل مع بعض. Number 1 is already done. Number 1 محلولة. تعال نقراها تاني. That got oil on his clothes when he was fixing the car. Number 2. My torch isn't working. الكشاف بتاعي مش شغال. I think it needs a new. ها؟ أنا أعتقد إن هو محتاج إيه جديد من فوق. هنختار إيه بناء على المعنى. Yes. Battery. بطارية. Battery يعني بطارية. يلا كده نكتبها مع بعض هنا. Battery. الحمد لله. Number 2 هنكتب ايه؟ Battery. B-A-T-T-E-R-Y. B-A-T-T-E-R-Y. Battery. احفظها بالطريقة بتاعتي دي. تمام. يبقى Battery يعني بطارية. Number 3. Yeah. We take all our rubbish to the every week. احنا بناخد كل الكمامة لفين؟ Yes. هنستخدم ايه الكلمة المناسبة لتكمل معنى الجملة من فوق؟ Yes. Recycling center. Recycling center. Yeah. Number 3. Recycling center. Yes. Number 4. Batteries have got space in them. البطاريات فيهم ايه؟ ايه الموجود في البطاريات؟ ايه الكلمة المناسبة فوق؟ ايه؟ بتقول ايه؟ Carrier bags؟ لا، اعرف المعنى كويس. البطاريات فيها ايه؟ ها؟ Chemicals. Chemicals. مواد كيميائية. Chemicals. Okay, تمام. يبقى chemicals number 4. خلاص هكمل الاكسرسايز كله معاكم، مش هديكم واجب عشان انتوا زهقتوا من واجبات المره دي. اوكي. Number 5. Can you take these bottles and jars؟ ممكن تاخد الزجاجات دي والبرطمانات دي to the please؟ تاخدها لفين؟ ها؟ ايه الكلمة اللي كامل معنى الجملة؟ Yes. Bottle bank. Bottle bank. مستودع الزجاجات. تمام. Bottle. B-O-T-T-L-E. Bank. Number 6 is the last one.
Yeah. We put all the shopping in a ها فيش غيرها احنا بنحط البقالة فين؟ في carrier bag اللي هي ايه؟ حقيبة او شنطة حقيبة لحمل ايه؟ الاشياء تمام carrier bag اعتقد ان انت already خلاص كتبت الكلمات دي معايا ما تفرجوش عليا كده لا تعملش كده اوكي تمام working with words في ايه الشغل بقى مع الكلمات عندنا ايه الكلام اللي احنا قلنا عليه تعال نقراهم تاني مع بعض we add the prefix re احنا بنحط المقطع ده to some verbs to make a new verb عشان نعمل افعال جديده زي ما احنا قلنا repeat after me يلا قول ورايا remove reuse return retell recycle rewrite اوكي تمام exercise 3 بيقول لي listen and repeat يعني اسمعهم اسطوانه وكررهم ورا تمام number 4 read and circle هنختار الفعل المناسب يا ده يا ده yes number 1 is already done number 2 you need to return reuse this book to the library اترجم الجمله هعرف احلها يبقى احنا محتاجين ايه الكتاب ده للمكتبه yes return return يعني رجعه للمكتبه number 2 تبقى return number 3 don't throw your carrier bag away ما ترميش الشنطه بتاعتك كده you can reuse it or remove it ها انت ممكن ايه yes ما اقدرش اقول ازيلها المعنى مش عايز ده يبقى reuse تعيد استخدامها reuse يعيد استخدامها yes here it is great number 4 the last one okay I want to rewrite remove my story with a new ending ها انا عاوز ايه القصة بتاعتي بنهاية جديدة yeah rewrite اعيد كتابتها اعيد كتابة القصة بنهاية جديدة rewrite تمام We have an exercise here. Let's answer it together. أي سؤال يجيلك في الامتحان تعمل إيه؟ إيه النصايح اللي إحنا بنقولها كل فيديو علشان الطلاب بتوعنا يعرفوا يحلوا ما يغلطوش ولا غلطة. يجيبوا الفول مارك درجة نهائية. أول حاجة أفتح عيني كويس ما بستعجلش أشوف المعنى أشوف الزمن أشوف الترجمة أشوف المفرد والجمع أشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا تأثيراتك يا هولندا زغزغاتك يا هولندا يعني كلمة بتأثر على كلمة ده مهم جدا وانت بتحل النصايح دي لجميع الطلاب لو انت اتبعت النصايح دي عمرك ما هتحل سؤال غلط خلاص تمام يلا كده اهو نحل مع بعض number one بيقولي choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة when we reuse retell rewrite all things We use them again. ها المعنى عايز ايه؟ طالما مختلفين يبقى بيلعب على المعنى في الغالب. تمام النصيحة بتاعتي جامدة والله. هنعمل ايه؟ بيقول لي إيه يعني احنا بنستخدمها تاني. يبقى احنا لما ايه؟ ها نعيد كتابة؟ طبعا لا مع السلامة. طري مع العصافير مش نافعة معايا. ريتيل نعيد حكايتها او روايتها تاني طبعا مش نافعة معايا. يبقى لما نعيد استخدام الشيء يبقى احنا بنستخدمه تاني. This means we use them again. The same meaning. نفس المعنى. ترجمت الجملة حلتها ايه؟ بكل ايه هدوء وبساطة. Number two. We should try to retell, recycle, rewrite all the rubbish we have. احنا محتاجين نحاول نعمل ايه للقمامة اللي عندنا. نعملها ايه القمامة؟ rewrite نعيد كتابتها. طبعا لا مع السلامة طري مع عصافير مش نافعة معايا انا بترجم ما حدش بيجري ورايا نعيد روايتها او نعيد قولها تاني لا طبعا مش نافعة معايا يبقى المعنى على طول ريسايكل يعيد تصنيعها يعيد تدويرها
خلاص نفصل الكمامة بتاعتنا في البيت. أهم حاجة في كيس للحاجات الصلبة وفي حاجات إيه كيس للحاجات التانية وإيه، ونتعلم النظام ونحط الكمامة بتاعتنا in the trash can، ونحط الكمامة بتاعتنا في trash can عشان يبقى منظمين، عشان أول حاجة هيبقى مردودها علينا إحنا، مردودها علينا إحنا، ما يبقاش فيه حشرات ولا حاجات إيه بتجيب أمراض. المردود هيبقى علينا إحنا أول حاجة، لازم نتعلم الثقافة دي. تمام، يبقى على طول ريسايكل all the rubbish we have. لما احنا بنعمل كده يبقى احنا بنسهل الموضوع على الناس اللي بتلم القمامة، هيبقى الدنيا عندهم بسيطة، تروح المصانع بقى جاهزة. خلاص هو ده النظام، هو ده التحضر. اوكي تمام. نمبر 3، can I plug in؟ plug in plug out، الفيشة بتاعتي plug in plug out، فعلين مهمين. can I plug in my mobile phone؟ ممكن اقول عليه cell phone. اوكي تمام. I need to refill it, reuse it, recharge it. ها اعمل ايه؟ احط ايه؟ اعمل ايه؟ ها الموبايل يبقى على طول ريفيل املاه؟ واحد يستعجل يقول املاه لا ما ينفعش. reuse استخدم طبعا يعيد استخدامه، لا طبعا يبقى recharge it يعيد شحنه، يعيد شحن الشيء، recharge it. اوكي تمام. نمبر 4، please بعد please في كومه من تحت وقبل please في كومه من تحت. please could you refill recharge remove my glass I am really thirsty. انا حقا بالفعل عطشان. يبقى ممكن تعمل ايه للكوبايه بتاعتي؟ ريموف تزيلها ان انا عطشان. ازاي يا جماعه؟ لا ما ينفعش. ريتشارج تعيد شحنها، المعنى مش عايز ده، يبقى ريفيل على طول تعيد ملئها. خلاص بستخدم could هنا هو للطلب بطريقة مهذبة. okay could you refill my glass please I am really thirsty. أنا عطشان بالفعل. تمام. number 5، he didn't understand the story. شايفين didn't بتقول الفعل ارجع لأصلك، أنا موجودة. خلاص خلي بالك، هي دي تأثيرات اللي بقولها. عاوز تحل اي حاجة شوف اللي قبلها ولا بعدها، تأثيراتك يا هولندا، حركاتك يا هولندا، دي معلومة مهمة جدا، محدش يقول لك الكلام ده. يبقى he didn't understand the story you should reuse it return it retell it. المعنى عايز ايه؟ ترجم الجملة، محدش بيجري ورايا، واحدة واحدة. هو ما فهمش ايه القصة، يبقى هو انت يجب ان ايه تعيد استخدامها؟ طبعا لا، انت يجب ان ترجعها، ترجع القصة. واحد يقول هي ارجعها ويجيب معاني من دماغه، لا يبقى ريتيل، ريتيل يعني يعيد روايتها تاني، ريتيل. يبقى النهاردة خدنا البريفكس ري معناه يعيد بعمل افعال جديدة. ري ما بقولش ري على طول، را 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 ري. اوكي تمام. We have another exercise here. Let's answer it together. بيقول لي form questions. ممكن يشتغل عادي rewrite. ما هو rewrite بيبقى form questions. Okay. بيقول لي form questions or write questions. Okay. تمام. هعمل ايه في السؤال ده؟ هقرا الجملة كويس، ما بستعجلش. اقراها اشوف الكلمة اللي من اكواز هو عايز ايه منها، هو ترجمها واديها اعتبار بعناية، اشوف هعمل فيها ايه، واشوف انا احطها اول كلمة ولا احطها فين. دي حاجة. الحاجة التانية في تكوين السؤال، بكون سؤالي بالعربي عشان ينزل انجليزي صح. بس طبعا تكوين السؤال بالعربي في الانجليزي طبعا في قاعدة تكوين السؤال هنقول عليها دلوقتي، وكل فيديو بنقول عليها. اوكي تمام، يلا كده نقرا مع بعض ونشوف هنحل السؤال ده ازاي. Libby wants to have a hot shower. بيقول استخدم what، ما او ماذا. ترجمت الجملة Libby عايز ايه تاخد ايه دش ايه سخن. بيقول استخدم what، ما او ماذا. capital ولا small؟ capital. اكتبها وريح اعصابي، انا مش عارف حاجة. كتبت what. تمام، انا بكون سؤال. ايه قاعدة تكون السؤال؟ قاعدة استفهام، فعل مساعد، فاعل فعل، فعل مساعد، فاعل فعل، فعل مساعد، فاعل فعل. دي قاعدة تكوين السؤال في الغالب. طب هنا هو انا بص على الجملة، اكون سؤالي بالعربي الاول. السؤال هيكون ايه بالعربي؟ ها ماذا ليبي تريد ان تأخذ؟ خلاص، او ماذا ليبي تريد ان تفعل؟ يبقى ممكن اشيل هاف ده كله
واللي وراها يا اما اشيل هوت شاور واحط هاف في السؤال عادي خالص. يعني عندي حلين، الافضل اجيب دو، ولو عملتها بهاف صح 100% مفيش اي مشكله. خلاص يبقى احنا دلوقتي هنشيل هوت شاور مره وهنشيل هاف مره، انا هشيلها مرتين، يعني هعملها بالطريقه دي والطريقه دي، هشيل الفعل وهشيل المره دي، هعملها بطريقتين. يبقى وات انا بكون سؤال في فعل مساعد عندي، في ام، في از، في ار، في واس، في وير، في كان، في كود، في شال، في شود، في ويل، في وود، في ماست. مفيش فعل ايه افعال مساعده، مفيش افعال ناقصه. اعمل ايه؟ هجيب من بره ايه؟ هجيب من بره يا دو يا داز يا تيت، هو ده اللي بجيبه من بره. واحد يقول هاي ليه بمفرد تجيب ايز؟ طب ما هي ايز موجوده، احنا مش بنخترع. ايه اللي بجيبه من بره؟ يا دو يا داز يا ديت. طب هجيب دو؟ لا الفعل عندي مش في المصدر، راح مع السلامه. هجيب ديت؟ لا عندي الفعل مش في الماضي، يبقى هجيب داز. ده الفعل عندي مفرد والفعل اخره اس في المضارع، يبقى داز فيها اس كمان اهي، يبقى الاس تطلع بره عشان ما اكتبهاش تحت. انا بكون سؤال، يبقى وات بيجي وراها فعل مساعد داز بناء على الفعل الموجود عندي. وات داز ارجع واحد، برافو عليكي سامعك بتقولي ارجع واحد الفعل بتاعي، يبقى وات داز ليبي ال اي بي بي واي، ال اي بي بي واي، يبقى وات داز ليبي ها وانا ماشي اكل، صح سامعك. يبقى وات داز ليبي وونت تو، لو شلت هاف ا هوت شاور يبقى دو، لان مع وات في الغالب لما اطلع فعل اجيب دو، مع وات دايما اجيب دو، مع وات دايما اجيب دو لما اشيل الفعل، مش بجيبه هنا، ده مش فعل، مش فعل مساعد، لما اشيل الفعل الاساسي خلاص دايما اجيب دو. تمام حسب شكله. تمام يبقى وات داز ليبي وانت تو دو. في سؤال تاني، لو شلت لو سبت هاف زي ما هي هقول وات داز ليبي وانت تو هاف، يبقى شي وانتس تو هاف ا شاور. حط علامة استفهام وشهل الكلام ولا اخر حرف على طول، اراعي البنكتويشن ما الزقش الكلمات في بعض، الكلمه حرفها جنب بعض والحرف واقف على السطر. ليه بقول الكلام ده كل فيديو؟ علشان يبقى عندي دافع اني اراجع، ولما اراجع اعرف اكتشف اخطائي. لو الدنيا سلطه في بعضها مش هيبقى عندي دافع اراجع ولا هعرف اكتشف اخطائي اصلا. خلاص ده شيء مهم جدا. تمام نمبر 2، هي بوت ذا ليتر in a different in different bags. لو في هنا ا هيبقى bags مفرد، in a different bag خلاص. يبقى هنا طبعا جمع، يبقى هنا ايه مفيش ا. شفت بقى المفرد والجمع، شفت اللي قبلها واللي بعدها. تمام هو الانجليزي مفرد وجمع. He puts the letter in different bags. letter يعني rubbish يعني كمامة. طب هعمل ايه؟ بيقول استخدم where. where يعني اين، capital or small capital. هكتبها واريح اعصابي، انا مش عارف حاجة، انا بكون ايه؟ انا بكون سؤال. اترجم الجمله، ترجمناها، هو وضع الكمامه في ايه؟ في حقائب مختلفه. طب ليه مش يضع يا مستر؟ ده مضارع. هاي هجيب دو. اختراعات بتحصل، اختراعات بتحصل. دو يا ابني بناء على ايه؟ هو الفعل بسيط على اللي قبلها يا ابني. الفعل عندك مفرد، لازم احط الفعل اس لو كان الجمله دي مضارع. يبقى لو كانت الجمله دي مضارع كنا حطينا اس. في فعل مساعد في الجمله؟ ما فيش فعل مساعد من الافعال اللي احنا بنقولها، مش هنقولهم تاني بقى خلاص. طب هعمل ايه؟ ابص على الفعل، هي احط الفعل داز، داز يا مستر بتاخد هي. طب هو الفعل فيه اس يا ابني؟ ما فيش اس في الفعل هنا. الجمله في الماضي عشان الفعل هنا هو في مصدره طبعا فعل غير منتظم، يبقى في الماضي. يبقى وير هجيب ديد على طول، دو مش هتنفع لان هي ما تاخدش دو والفعل في الماضي، وداز مش بتنفع عشان الفعل مش اخره اس، يبقى على طول ديد. يبقى وير ديد، سامعك بتقول ارجع واحد، برافو عليك. يبقى وير ديد هي، برافو عليك يا ابني. وير ديد هي وانا ماشي اكل، سامعك بتقولي وانا ماشي اكل. وير ديد هي بوت، الفعل هو ذا. طبعا انا اوريدي مطلع الاجابه in different bags، ده المكان بتاعي. يبقى where did he put the letter question mark، احط علامه استفهام وشاهد الكلام ولا اخر حرف على طول. فهمت الجمله دي؟ شفت انا عملتها ازاي؟ بالمنطق، شغال بالمنطق يا جماعه. ببص على المفرد والجمع، عشان كده بقول لك نصائح مهمه جدا، دايما تشوف السنجولر and plural يعني المفرد والجمع. وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الانجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صوره الناحيه التانيه كلمه اشتراك لونها احمر،
اضغط عليها، لما تضغط عليها تلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه، لما تضغط عليها هتلاقي كلمة الكل من فوق، أو قول بالإنجلش، اضغط عليها، لما تضغط عليها تلاقي الجرس عمل كده. معناها إيه الكلام ده؟ معناها إنك فعلت الجرس. You have activated the bell. When you activate the bell, you have access to all our notifications. لما تفعل الجرس هيبقى عندك إمكانية توصل لجميع إشاراتنا. معناها إيه الكلام ده؟ معناها أي فيديو جديد إحنا بنعمله هيظهر عندك في موبايلك على طول. لو أنت مهتم بفيديوهات التعليمية educational videos، وأشوفكم على خير. فيديوهات جاية كتير لجميع الطلاب، جميع المناهج، جميع الصفوف. الكونكت والكونكت بلس كله هنشتغل فيه إن شاء الله. Goodbye، مع السلامة.